السلام عليكم ورحمة الله. الزوج اللون غريب أمر العصابة الحاكمة في الجزائر، غريب صح. من جهة هذه العصابة تجتمع في مجلس وزراء وتهدد المواطن الجزائري اللي يخبي شوية بطاطا، تتهمه بالمضاربة وتهدده بـ30 سنة سجن إلى المؤبد. يعني ما كانش قانون، ما كانش قضاء، ما كانش جهاز قضاء، يعني مش بالتليفون، مجلس الوزراء هو اللي قرر العقوبة تاع ما سمي بالمضاربة. اللي يدير المضاربة وراح الواحد مسكين زاولي يغرس البطاطا، هذا يغرس البطاطا ومخبي طبعا الزريعة، قالوا راك دير في المضاربة، وداو له البطاطا ديالو والتلفزيون تصور فيها ويدير المضاربة، ومن بعد حبسوا الحكاية. هالبلاد اللي يعني تعاقب المضاربة في كل القوانين، يعني الطريقة ولا دولة ديرها، هي بعد تمارس المضاربة على السوق الدولية في البترول. شوف، تمارس المضاربة، هي تعرف انه شهر ديسمبر شهر برد معروف، وبالتالي الطلب على الوقود وعلى الطاقة البترولية والغازية يرتفع في شهر ديسمبر، فصل الشتاء كامل ديسمبر جانفي فيفريي هذا كامل يترفع الطلب على البترول. سي وزير الطاقة والمناجم اسمه سي محمد عرقاب يجي يخرج عيناني بلا حشمة، بلا حشمة، يجي يقول لك لا يجب أن يتجاوز إنتاج النفط سقف 400,000 برميل يوميا في ديسمبر، يحدد في ديسمبر، يعني ما يلزمش نفوتوا 400,000 برميل. انت الطالب راه يرتفع، لا وعلاش باش نبقاو محافظين على السعر اللي راهو طالع درك، باش تبقى محافظ على السعر اللي راهو طالع. انت السعر تحافظ عليه ماشي بتحديد السقف هذايا 100,000 برميل، انك راه دخلت في مضاربه واللي تحب تأثر على الطلب والعرض، سمعت؟ قال خلي العرض يطلع، الطلب يطلع والعرض قليل، وبالتالي نمشي ونزيدو. لا، ماشي هكذا. نعم، البترول طلع في سنوات الثمانينات وفي نهاية سنوات السبعينات، لأنه كان 3.2 دولار في 65 66 بداية، في 71 لما الجزائر أمت البترول كان 2 دولار يتباع. كوكاكولا أغلى منه، وإلى حد الآن كوكاكولا أغلى من البترول. ما طلعوش قال استنى نحبطوا في الإنتاج، لا، تفاهموا دول الأوبك بقيادة الجزائر، قال نطلعوا السعر للحد الفلاني، تفاهموا السعر، تفاهموا، مش يديروا مضاربة، لا سبيكولاسيون، أون سبيكول با. شي قال استنى وحبطها وطلعها لا، عيب على دولة كيما الجزائر يجي وزير قبل يصعلوك، واش من وزارة اللي بقاو يعلنها علنا، يقول لك يلزم السعر هذا ما يلزمش نفوتو 400,000 برميل يوميا، وزعما يلعب يقول لك أوبك قامت بعمل ممتاز في دعم استقرار سوق النفط لصالح الجميع. شو من صالح الجميع؟ شوف، نهار الجزائر كانت ناظم من أجل رفع سعر البترول، دارت زوج حوايج. أولا قد ما عادش نبيع البترول تاعي نبيعو خام، لا، ما نبيعوش على تابريج، نكرروا، نعم،
التقليدي يتم في الجزائر والمشتقات البترول تخرج في الجزائر. اليوم راح المشتقات وراح التكرير راح كلش اروح برك ديو البترول. ناس تتذكر في سنوات السبعينيات والثمانينيات لما كان التلفزيون الجزائري تحمل اشهار للزيت تاع طوموبيلات نفطيليه، يتعمل اشهار للزيت تاع الفيدونج، يعني بزاف حوايج هكذا، وتشوف في الصاد النفطيليه قدامنا النفط، يعني النفط ديالي ليا النفطيليه شو كيسموها. ناس كانت ذكيه كانت لها، اليوم النفطيليه راحت والمشتقات البترول راحت، البترول يتباع خام. يعني لما تكرر البترول وتبيع المشتقات ديالو تربح، اما تعود انت تبيع البترول وتشتري المشتقات. الجزائر هي تشتري المشتقات الان، نعم، ومن بعد تعمل مضاربة، قال سنطلعوا في السمان على المضاربة، نحدوا سقف الإنتاج. عمرها ما صارت هذه، كان حاجة أن الدول الأوبك كانت تحدد كل دولة عضوة باش ما تبيعش بالرخام، باش ما تطيحش البق عليها. قال كل دولة هاو شحال على حساب منتوجك وعلى حساب عدد السكان ديالك وعلى حسب عندك المقاييس، تحدد لكل دولة إنتاجها اليومي. بهذه الطريقة كانت تتم باش يبقاو محافظين على السعر لي يخدم مصالح الجميع. أما انتوما في الجزائر درك وين راهي مع هاد البوندية هادو، البترول بربعين دولار ولا بعشرين دولار ولا بمية وخمسين دولار نفس الشيء، ما يزيد ما ينقص المواطن الجزائري. المواطن الجزائري يعيش تحت الحد المسموح به للفقر. نعم، لما المواطن ياخذ ألف زوج ملايين عشرين ألف دينار في الشهر باش يعيش عائلة أربعة من الناس، ما نقولوش ستة، نقولو عنده أربعة من ونحي ما يعيش حتى يعيش روحه وحده برك بهذيك 20,000 دينار. 20,000 دينار شحال راهي؟ راه 100 اورو، اقسمها له على 30 يوم، عنده 3 اورو، شكون المواطن اللي قادر يعيش 3 اورو؟ ما نقولوش راه عنده فاميلا معيشها بهذيك 20,000 دينار، قولوا وحده برك 3 اورو. يفطر منها، يتغدى منها، يتعشى منها، يخلص منها الكرا، يخلص منها التليسيتي، هذا براسو ماناش نقولو معاه عائلة. في بلاد البترول يجيبو الحرام هدايا، يقول لك يلزم ما يلزمش يفوت 400,000 برميل. تفوت ولا ما تفوتش، الشعب الجزائري ما ينتفعش. يبقاو حارقين هاربين حراقة، سمعت؟ بالمئات. للأسف هذا هو بلاد يحكموا فيها الصعاليك، يحكموا فيها البندية، يحكموا فيها الفويوات، باسكو سون دي فويو كي غوفيرن لالجيري، سي لالجيري دي فويو دي كليبتومان، هذه بلاد السراقين والفويوات. ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام ويعجل برحيل العصابة الفويوات، العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله.